السلام عليكم ورحمة الله. بهذا الفيديو سويت لكم نصائح بسيطة عن تنظيم الوقت، يعني تنظيم الوقت والنوم لموعد يعني للعام الدراسي الجديد، شلون تنظمون وقتكم وشلون تنظمون النومة مالتكم. كلكم تدرون يوم غدا الأحد هو 22/9 موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025. إن شاء الله عام مليء بالنجاح والموفقية يا ربي. فلازم من اليوم تنظم وقتك وتنظم النومة مالتك. لازم تنام من وقت، يعني لازم تنام يعني من الساعة 12، يعني كل شيء ينتهي، أنت قبل 12 أنت نايم. ليش؟ حتى تقعد من الصبح، حتى لو كان دوامك ظهري أنت أقعد من الصبح شوية تنشر. بالنسبة للدوام صباحي تقعد بال6:30 بال7 إذا بيتك قريب من المدرسة، فإذا عندك خط لازم تقعد من وقت حتى بين ما تبدل، بين ما تسبح، بين ما تتريق، بين ما تهيئ الحقيبة مالتك. وأي أسا إذا تقعدون، قلت لكم وقعدوا من الصبح، تقعد من الصبح لازم تدخل تسبح، تلبس ملابسك الجديدة، تحضر الحقيبة مالتك، أنت محضرها من الليل، من الليل محضر الحقيبة مالتك، الكتب مجلدة، الكتب اللي يقصد جدا، دفاترك قرطاسية كاملة، يعني مستلزمات الدراسة كلها، قلم جاف، أقلام رصاص، يعني هاي الشغلات، المساحات، المقطاطات، الدفاتر نظيفة، المحفظة مكمليها. يعني أنت لازم تأخذ الكتب مالتك كلها. أسا تقولون ثقيلة وهاي، حتى تشوفون شنو اليوم، احتمال يعطوكم الجدول أول يوم، احتمال ثاني يوم، فما تعرفوا أنت شنو. هو ما تا يعني تروح بس تأخذ هذا، تأخذ الجنطة فارغة، لا. المهم حضرت الحقيبة مالتك، وبعدين يعني رحت قعدت، قلت لك الصبح تريقيت وما اعرف شنو، كملت اخذ حقيبتك وروح. تدخل للمدرسة، تسلم على اصدقائك، صديقاتك، صديقاتكم، تسلمون عليهن، على المعلمين، على المدرسين، اي، وتقعد تنتظر، يعني تقعد بالقاعة او بالصف تنتظر، شوف انتبه على المدرسة او المعلم، معلمة انتبهوا عليه، شي يقولون شي يحجون، حتى يصير لكم نشاط، حتى مو تلتهي تظل تسولف ويا صديقاتك، عود هيك هاي عود بالفرصة تشافوا وحجوا. فانتبه عليها شو تقول، تقول أول يوم ندرس، تعطيكم جدول، تقول شوف شلون تجي، إذا انطوك واجب، إذا يجوز أول يوم ما ينطونك واجب، يوزعوكم على الصفوف على القاعات، وبعدين هذا. فانت حتى لو ما انطوك هذا، حتى لو ما انطاك يعني واجب، التحضر من عندك من كيفك. تجي من المدرسة تدخل البيت تسبح وتسبح وتتغدى وتصلي، وبعدين تنام لك ساعة ساعتين وتقعد شوناتك يعني نشيط، تقعد طلع حقيبة مالتك. شوف انت ما اعطوك اول يوم، انت من كل مادة اقرأ لي ورقة، من كل مادة اقرأ لي ورقة، ها عيني، وان شاء الله تقدر تتغلب، يعني تقدر تنظم وقتك، تقدر تغير النومة مالتك، وان شاء الله خير يا ربي. اللي يريد ان شاء الله تتحقق كل شيء امنياتكم، اللي يريد الاعفاء العام، اللي يريد معدل 100، اللي يريد الاول على الصاف، ها عيني، بس سووا هاي ال وان شاء الله هم راح ننزلكم بقية هواية، حننزلكم بس هسه على تنظيم الوقت، لأن باكر المدرسة، وحاولوا تنظمون الوقت.
وها هي